هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون كله بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان بقالي فتره مش عارفه اطلع، معلش كان عندي مشاكل في النت اللي بصور منه وكده. إيه بس ادينا راجعين اهو بفيديو جديد. فعلا وحشتوني، اتعودت اني كل يوم لازم اصور فيديو معاكم. إيه راجعين النهارده بفيديو جديد. بس قبل ما اقولك فكره الفيديو النهارده بيتكلم عن ايه، عشان فكره النهارده عجباني قوي ومتحمسه ليها جدا، تنسيش تحطي إيه لايك للفيديو ده لو عجبك، وتشتركي في القناه لو انتي مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله، كمان عشان تتابعيني في الفيديوهات اللي جايه وتتفرجي على الفيديوهات اللي فاتتك هتستفادي منها جدا جدا جدا. تنسيش تحطي كومنت يشجعني. فكره الفيديو بتاعنا النهارده بنتكلم عن ازاي اخلي بشرتي منوره وصحيه، فيها نضاره كده ما فيهاش بقى ولا اثار حبوب ولا حبوب ولا ايه الحاجات اللي بتزعجنا كلنا كبنات. في 5 خطوات بس هتخلي بشرتك صحيه منوره فيها نضاره، هتحسي انك انت عايزه تنزلي كل يوم من غير ما تحطي ميك اب. ما تنسيش تتابعي الفيديو لغايه الاخر. اول حاجه معانا هو الاسكراب. طب ايه لازمه الاسكراب؟ هو ان انا لازم اعمل اسكراب لبشرتي. بشرتي زي جسمي بيكون جلد ميت، فانا عشان عايزه اشيل الجلد الميت مفيش طريقه اشيل منها الجلد الميت الا بالاسكراب. طب ايه الاسكراب اللي ممكن اعمل بيه، وايه اللي انا ممنوع اعمله على بشرتي؟ الاسكراب اللي مسموح للبشره ان في اسكرابات يعني ممنوعه كده نحطها على البشره خالص. طب ايه هو الاسكراب الممنوع؟ هو سكراب ستاركي. ما ينفعش اي نوع من سكراب ستاركي حتى لو هما كاتبين للوجه وللجسم نحطه على بشرتنا. اولا حبيباته خشنه جدا 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 على البشره، هتجرحها جامد وهتعورها لك. فاحنا النوعين دول هيكونوا مناسبين جدا معانا، لازم نقشر الجلد الميت. ما ينفعش نمشي على الخطوات اللي جايه من غير ما اعمل اول خطوه. يعني ده ايه؟ دي كده الاساس، ده البيزك بتاعنا، هو ان احنا نعمل سكراب لبشرتنا فيها جلد ميت طول الاسبوع بقى، حر وعرق وبنعرق وكونت جلد ميت مع الشمس والكلام ده كله، اثار الحبوب وبتبقى عندنا تصبغات من الشمس. فاحنا لازم نعمل سكراب نتخلص من كل ده، ان احنا نقشر الجلد الميت. في السكراب ده من بي وايت، ده حلو قوي، ده بالمشمش، بس ده ممنوع للبشرة الحساسة. لو انت بشرتك حساسة ممنوع انك انت تستخدميه. في ناتشورال باونتي، ده حلو قوي عجبني، ده حتى كاتبين فينوس مقشر للوجه. يعني زي ما انا قلت لكم، في سكراب للبشرة وفي سكراب للجسم. ما ينفعش بتاع الجسم احطه على البشرة، يعني كل حاجة وليها السكراب اللي ينفع ليها. فناتشورال باونتي حلو قوي، ده كان ب40 جنيه زي ما انتم شايفين. مش عارفه بكسل لي مني، عامه هو هيظهر لكم دلوقتي. وفي بي وايت، ده حلو برضو هيعجبكم. انا الاتنين كويسين جدا معايا. فاول حاجه لازم نعمل سكراب كويس لبشرتنا. تاني خطوه معانا هي ازاله الشعر. انا مش هتكلم على الطرق النهارده بتاعه ازاله الشعر، بس هقول لكم على تجربتي مع الشيفنج للبشره، بس يعني ايه مش هطول عليكم قوي. اول حاجه انا كنت مستمره على الفتله والوكس، يعني مره فتله مره وكس، لغايه ما لقيت بشرتي بصراحه ملتهبه جدا جدا جدا. فانا خلاص قررت ان انا ايه استبعد خالص الفتله والوكس. طب اعمل ايه؟ قالوا لي اعملي الشيفنج. انا اول حاجه كنت خايفه منها، مش هضحك عليك، كنت خايفه ان هو يطلع زي الرجاله. فانا قلت مش مشكله هجرب وهشوف ايه الاخبار، هتنفع معايا ولا لا. فجربت وحطيت، طبعا ما عملتش على الناشف، ما ينفعش تعملي على بشرتك على الناشف، لازم تحطي جل صبار. يعني انا بستخدم جل صبار اي نوع، بس مش الانواع اللي هي فيها ريحه عشان ما تلهبش البشره. هبقى اصور لكم نوع الجل الصبار انا بستخدمه، كنت جايباه ب20 جنيه، بس حلو جدا، من ماركه كيلو باتر او من شركه كيلو باتر اللي هي بتطلع الحمام الكريم والبلسم اللي هو بزبده الشيا. قلت استخدم الشيفنج، فلقيته كويس جدا 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 معايا. قلت استنى عليه يومين ثلاثه، قلت لغايه ما الشعر يبتدي ايه يطلع. انتوا عارفين ان احنا في الشيفنج بنقص الشعرايه مش بنشيلها من الجدر، فيومين ثلاثه اربعه بالكتير هتلاقي الشعرايه بتطلع. فانا لقيتها طالعه عاديه خالص، ناعمه، ولا تقل الشعر معايا ولا تقل شعر وشي ولا طلعها زي الرجاله. انا كل اللي كان قلقني بصراحه مش هضحك عليكم ان هو يطلع زي الرجاله، انا كنت فعلا خايفه جدا جدا جدا، بس الحمد لله لما عملتها. انا عشان شعر بتاع شعر وشي يعني وبري خفيف قوي، فما حسيتش ان هو طلعه لي زي الرجاله، طلعه لي بطبيعته عاديه، بطبيعته عادي خالص خالص،
بعد اسبوع كده ابتديت انا اشوف ان في شعر ابتدى يطلع. فبصراحه من ساعتها بقى وانا مستمره عليها ما بطلتش. فتاني حاجه، تاني خطوه هي ازاله الشعر. لو انتي مرتاحه على الشيفنج لبشرتك، وانا شايفه ان هي افضل وسيله، ان الشمع زي ما انتوا عارفين ان هي بيعمل ترهلات، يعني كفايه انك انتي كنت تحطي الواكس اللي احنا بنحطه لرجلنا وايدينا ده بتحطيه على بشرتك، البشره رقيقه جدا ما بتستحملش. فانا شايفه ان الواكس دي صعبه قوي، بيقعد فتره لغايه لما يطلع، بس كفايه انك انتي بتلهبي بشرتك ونحط فيه يوسودين نحط فيه سكورت، فبندخل في قصه ملهاش حل. والفتلة برضو شايفة ان هي بتبقى مؤذية للبشرة. فانا شايفة بصراحة الحاجة الكويسة هي الشيفنج، بس زي ما انتي مرتاحة طبعا. اهم حاجة تشيلي الشعر من الوش. انا طبعا قبل ما بستخدمها بعقمها بكحول، وبعد ما بخلص برضو برش كحول عليها. طب دي اسمها ايه؟ دي من فلامينجو الاوريجينال الاصلية. اوعوا تجيبوا الكوبي، معلش يعني حتى لو الاوريجينال غالية شوية هتقعد معاكم كتير جدا، بس بلاش تجيبوا الكوبي. الكوبي صعبة جدا 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 وبتعور ومش ثابتة، ممكن تجرحك. فمعلش نصرف في الايه، في الشفرات ونجيبها الاوريجينال. فدي تاني خطوة معانا. تالت خطوة عايزين نشيل الرؤوس السوداء اللي في مناخيرنا والرؤوس البيضة واللي تحت بقنا برضو بتكون. فانا شايفة ان البيكنج اهو، بيكنج باودر ده اللي هو اللي مش عارفة ياباني ولا هو ايه، هو اكيد انت كلكم عارفينه، انتشر جدا جدا الفترة اللي فاتت. تحطي حتة منه وتدعكي مناخيرك كويس جدا، هتحسي كده مناخيرك منورة وشلك بقى كل الدهون وكل الحاجات المتكونة في مناخيرك. بحطه كده 5 دقايق واعمل حركات دائرية، بفرك كده مناخير بس بالراحة، بحطه على مناخيري وتحت البق بس، مش بحط على باقي الوش. بينضفها لي بصراحة كل اسبوع، هيبقى كويس جدا معاكي الاختراع ده. بدل ما تجيبي بقى اللاصقة اللي بتحطيها على المناخير وتبقى غالية، لا ده ب20-25 جنيه بيقعد معاكي كتير جدا. انا قاعد معايا لسه، انا استخدمته مرة ولسه استخدمه تاني، بحطه في التلاجة علشان ما ايه ما يبصش وما يجرالوش حاجة. يبقى دي تالت خطوة معانا، ان احنا نشيل الرؤوس السوداء والبيضة اللي في مناخيرنا واللي تحت الفم. تالت حاجة معانا، لا رابع حاجة، مش تالت حاجة، رابع خطوة، رابع حاجة ان احنا هنحط ماسك يتحكم في افراز الدهون اللي بتفرزها البشرة. عندنا الماسك ده من هيمالايا، ده بالنيم والكركم، ده زي ما انتوا شايفين من البشرة العادية الى الدهنية، وده برضو من هيمالايا من البشرة الدهنية والجافة الى الدهنية. الاثنين كويسين جدا، انا مرتاحة بس على النيم اكتر، بس الاثنين كويسين، بيعملوا كنترول شوية على الافرازات الدهنية او على الافراز بتاع الدهون اللي بتفرزها البشرة. احنا يعني كبشرة دهنية ومختلطة بنعاني من النقطة دي بالذات، خصوصا الدهنية بنسيح كده بنكون سمنة. فانتي لو مختلطة هتحطيه على التي زون بس، هتحطيه على القورة والمناخير وتحت البق. انتي لو مختلطة هتحطيه على الثلاث اماكن دول. طب انتي لو دهنية لا، حطيه على وشك كله، والعادية والجافة يحطوه عادي. هما كاتبين حتى البشرة العادية الى الدهنية. هو في عشبة النيم والكركم، النيم حلو قوي، عشبة لو في اي حبوب او اي حباية عاملة لك بكتيريا ولا حاجة، عشبة النيم حلو قوي، والكركم نفس النظام. الاتنين حلوين قوي وسعرهم حلو. هيمالايا كان ب50، وده الحجم الصغير بتاع هيمالايا برضو، بس ده باللوز والتين المعدني، وده بالنيم والكركم، الاتنين مش زي بعض، مش عارفة مواضحين اهو كده. فبصراحة حلوين قوي، فاحنا لازم نحط ماسك يعمل كنترول للإفراز بتاع الدهون اللي بتبقى موجودة في البشرة، ومنها برضو ينقي البشرة. هما حتى كاتبين قناع التنقية، ينقي لي كده البشرة من الشوائب والحاجات ايه اللي اتكونت الأسبوع كله. فاحنا لازم الروتين ده نعمله كل أسبوع عشان تبقى بشرتنا منورة، مفيهاش ولا شعر ولا فيها جلد ميت ولا فيها أي حاجة. ودي رابع خطوة معانا. خامس حاجة ودي آخر حاجة، هو هنحط ماسك، ده من بوبانا. ماسك ده خطير بصراحة، عجبني جدا جدا، يفتح لك بقى اثر حبوب تصبغات الشمس، بس طبعا مش اول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، مع الاستمرار عليه. الماسك ده خطير قوي، هو باللبن حلو قوي، عجبني جدا جدا جدا، كميته كبيرة يقعد معاك كتير، ريحته بس قوية شوية، ممكن البشرة الحساسة ما تستحملهوش. فده كده من بوبانا، خدوه كده سكرين شوت، هو موجود في الصيدليات وموجود في مستشفيات التجميل، موجود في كل مكان. من بوبانا اهو، حلو قوي، هيديكي كده نضاره ويديكي كده تفتيح بس مؤقت يعني، بس لو استمرتي عليه هيفتح لك اثار الحبوب، يفتح لك التصبغات بتاعه الشمس.
فلازم تحطيه كل اسبوع. انا عن نفسي عشان عندي اثار حبوب كتير بحطه مرتين في الاسبوع، مره مع الروتين بتاعي ومره من غير الروتين عادي. يبقى دي اخر خطوه معانا. في خطوه كده اكسترا يعني زياده كده، لو عندي فرح، لو داخل على عيد زي مثلا عيد الاضحى اللي داخل علينا خلاص، بحط اي شيت ماسك كده قبل العيد بيومين او بيوم، يدي لي كده نضاره ويظهر لي كده، يخفف من مظهر المسامات. ده اللي انا جايباه من غارني، بس هو ما عملش كده، يعني هو اداني كده نضاره بس مؤقته. يعني لو رايحه فرح او رايحه حاجه ممكن تستخدم اي شيت ماسك، في من غارني، في بالليمون اللي هو التفتيح، في ده للبشره الدهنيه. او لو مش عايزه تجيبي شيت ماسك ممكن تعملي حاجه، الكبسوله دي اللي بقت تتباع في اي مكان دلوقتي حتى في المترو، الكبسوله دي بتحطيها مثلا في ميه ورد، تحطيها في لبن. فانتي ممكن عشان تبقي عايزه تحطيها في ماسك كده حلو، تحطي معلقتين لبن ونص معلقه عسل وتخلطيهم كويس جدا وتحطي الكبسوله، هيعمل لك شكل الشيت ماسك، اللبن هيفتح معاكي والعسل هيرطب، هيبقى حلو قوي كانك عملتي شيت ماسك. بدل ما تجيبيه ب 40 جنيه تبقى عملتي شيت ماسك يعني بمكونات عندك في البيت وبجنيه بس. الكبسوله دي موجوده في كل مكان، هي عامله كده عامله زي البرشام يعني، بتحطيها وبتبقى حلوه قوي معاكي لو انت عندك فرح عندك حاجه. ودي اخر خطوه معانا، دي بعملها زياده لو في فرح في عيد عندي مناسبه بحطهم. وكده فيديو النهارده خلص، اشوفكم في فيديو جديد، اوعوا تنسوا اللايك والكومنت والشير. باي يا حلوين.